الصحفي داخل والإعلامي مصر بشكل عام. الإعلامي داخل مصر كان أداء يعني أنا أشيد بيه، وأداء منضبط، وإن كنت بقول إن المسألة في الانتخابات القادمة عايزين مزيد من الإبداع والتنسيق عشان نغطي مساحات ما تغطوش. بس كان في حالة تنسيق واضحة بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العليا للانتخابات وأيضا المجلس والمجلس الأعلى، وكان في مؤتمر يمكن قبل في فترة الصمت الانتخابي كان حضروا أكتر من 450 صحفي اللي هم بيغطوا الانتخابات، ووزعنا فيه الحقيقة الكراسة الخاصة بالقواعد الإرشادية بعملية الانتخابات الرئاسية. الكراسة دي مهمة جدا، احنا سلمناها لكل زميل صحفي وفيها كل شيء بيتعلق بالانتخابات. انا شايف انت تاني بعد الصفحات عايز تقول فيها ايه؟ يعني مثلا انت عندك على سبيل المثال القواعد المنظمة لعمل لجان متابعة سير العملية في المحكمة الابتدائية، وبعدين بتيجي النصوص القانونية التي تجرم الجرائم الانتخابية. يعني أنا عايز أقول إن اللوحة القواعد الإرشادية دي بتبدأ من المواطن لما يبدأ يفكر يروح لجنة الانتخابات لحد إعلان النتيجة، فأنت حطيت أساس قانوني محترم جدا بتطبقه، وده هيبقى معيار ومقياس لأي انتخابات قادمة. فهنا يعني أقرب لمدونة سلوك. ده احنا طلعنا مدونة سلوك خاصة بالتغطية، ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، تناولنا فيها حتى بعض الممارسات في الانتخابات اللي فاتت والأخطاء اللي فيها، وكان حاضر يمكن عملنا يوم كامل حلقات نقاشية، كان حاضر المستشار لاشير رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وكل الأعضاء، وكان وزير مجلس النواب المستشار عمر مروان، وكانت مناقشات، وكان يوم كويس قوي لأول مرة يعني تتعمل الروح ويبقى فيه حوار طول اليوم حوالين الضوابط والأخطاء اللي ممكن تشوب التغطية الإعلامية. وكان الهدف في الآخر إزاي كإعلام نقدم نموذج مثالي لتغطية انتخابية، نموذج نهديه للعالم كله. هل كانت التغطية الأجنبية للانتخابات المصرية عادلة؟ بص، التغطية الأجنبية للانتخابات المصرية يعني أقول إيه، قليل من الإيجابيات كثير من السم. قليل؟ قليل من الإيجابيات، لأنه طبعا أنت عندك يعني الظاهرة دي عايزين نناقشها بصراحة وموضوعية، لأنها مطلوبة خطة للمواجهة في الفترة القادمة ما نسكتش عليها. أنت عندك مصادر إعلامية معينة مش من دلوقتي ولكن من عشرات السنين بتترصد الشأن المصري، ولو تتبعنا المصادر الإعلامية دي هنجد خيوط بتربط ما بينها. أول خيط بيربط ما بينها إن هذه المصادر اعتادت أن تدس أنفها في الشأن المصري الداخلي، الاعتبارات السياسية، الشأن الداخلي، ده حتى من قبل 25 يناير، وبدأت إن هذه الـ وسائل الإعلام لعبت دور محرض ودور مهيج في أحداث 25 يناير، فضخمت الأخطاء اللي بتحصل. الأمر الثالث إن وراها جهات تمويل ضخمة جدا، ونتيجة الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم، فبدأت اختراقها، الاختراق المالي بقى سهل جدا، وبتتعاون مع بعض منظمات حقوق الإنسان زي هيومن رايتس، فبيبدأ يعني ما بينها نوع من العزف القبيح، يعني تلاقي نغمة طلعت هنا بدأ العزف القبيح في دوائر بعينها، وكأنهم يعزفون من نوتة واحدة، من نوتة واحدة ولحن واحد، نوتة واحدة وشعار واحد. هم بيعتمدوا على إيه؟ أول حاجة بيعتمدوا عليها محاولة إحداث واقعة ما بين الإدارة الأمريكية وما بين مصر أو الرئيس عبد الفتاح السيسي. فدائما مثلا زي الجارديان في الانتخابات الأخرانية بتقول لك يعني إيه، إن دونالد ترامب بيبالغ في الثناء على النظام المصري بمناسبة إجراء الانتخابات، وبعدين تيجي على نفس النغمة تلاقي الواشنطن بوست، الواشنطن بوست بتبتز الرئيس الأمريكي وبتحرضه ضد مصر، انت ليه بتأيد النظام المصري في هذه الانتخابات المزيفة، وبعدين تيجي تشن هجوم على السفارة هذه الصحيفة، ودي صحيفة شديدة العداء وميولها يهودية وصهيونية وشديدة العداء لمصر من زمان، ومن 3-4 ايام او بتاع كانت ناشره مقال لابن محمد مرسي بيتكلم فيه، يعني الصحيفه الكبيره دي بتنشر مقال لابن مرسي بيتكلم الحشاش فيه. الحشاش اه اه اه, آه.